ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا في مكان مختلف، غير بقى البيت وغير اي حته بطلع لكم فيها. المره دي انا حبيت اشارك معاكم الفوتو سيشن بتاعي، عشان انا بكره عيد ميلادي. بكره ان شاء الله 25/2 هكمل 23 سنه. فحبيت السنه دي احتفل بيه بطريقه مختلفه، وعمل لي بقى فوتو سيشن كده. وبس طبعا هنا في مناظر حلوة جدا للتصوير، يعني هوريكم بقى كذا حتة كده هتعجبكم. ويلا بينا بقى نشوف الفوتو سيشن بتاعنا. بس قبل ما نروح، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وشجعوني بلايكات كتير. ويلا بينا نشوف الفوتو سيشن. انا جبت الارقام 23، هبدا انفخها عشان نتصور بيها. دلوقتي خلاص انا نفختهم، يلا بينا بقى نبدا السيشن بتاعنا. دلوقتي انا خلصت الفوتو سيشن بتاعي، وبعد كده رحنا عند ماك نجيب ايس كريم، وكده يعتبر خلصنا يعني الخروجه بتاعتنا. انا كده خلصت الفوتو سيشن والخروجه بتاعتنا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير باذن الله. واستنوني في عيد ميلادي بقى. يلا باي باي.